الكرملين يوجه اتهامات مباشرة للناتو والغرب بمساعدة أوكرانيا في توغلها في منطقة كورسك الحدودية. الكرملين أضاف أن التصريحات الأمريكية بعدم صلة الولايات المتحدة بالتخطيط لهذا الهجوم ليست صحيحة. تصريحات تأتي فيما قال مستشار الرئيس الأوكراني أن العملية العسكرية في منطقة كورسك الروسية تهدف إلى إقناع موسكو ببدء محادثات للوصول لسلام عادل. هذه التطورات تأتي فيما يستمر الوضع الميداني بين كر وفر في مقاطعة كورسك. فالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أن قواته سيطرت بالكامل على مدينة سودجا في مقاطعة كورسك الروسية مع فرض الأحكام العسكرية عليها وتحديدا على 3 مناطق توغلت فيها. أما الجيش فأعلن أنه بات يسيطر على 84 بلدة وقرية داخل المقاطعة الروسية. نذهب إلى الجيش الروسي الآن الذي قال من جانبه إنه استعاد بعض المناطق من القوات الأوكرانية بالتزامن مع اجتماع عقده وزير الدفاع الروسي لمناقشة زيادة التنسيق بين قيادة الأركان ومختلف السلطات. ضيفانا في هذا الحوار من واشنطن الدبلوماسي السابق السفير مسعود معلوف، ومن موسكو مدير مركز جي اس ام للدراسات الأستاذ آصف ملحم. أهلا بكما معنا الليلة إلى هذا الحوار من غرفة الأخبار. سعادة السفير، بوتين غير مقتنع أنه يمكن للقوات الأوكرانية التي عانت كثيرا في الميدان اليوم أن تنتقم في كورسك. هو يرى أنه هذا العمل لم يصاغ في كييف بل في الخارج، يتهم مباشرة الناتو ويتهم مباشرة الولايات المتحدة. كيف تقرؤون ذلك؟ أولا تحية لك، تحية للضيف الكريم وللمشاهدين الكرام. من الطبيعي جدا أن تقول موسكو روسيا الرئيس بوتين أن هذه ليس عملية أوكرانية وحيدة، الجيش الأوكراني لا يستطيع وحده أن يقوم بذلك. هذا أمر يعني من شأنه أن يخفف من وطأة المفاجأة ومن وطأة الإحراج. الولايات المتحدة قالت، أعلنت أنها لم تكن على علم بما قامت به أوكرانيا. أنا لا أقول أن أصدق كل شيء يصدر من تصريحات رسمية أمريكية، ولكن أنظروا إلى المصلحة الأمريكية. المصلحة الأمريكية غير موجودة في أي تنسيق من هذا النوع. ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تكون شريكة إلى هذه الدرجة مع أوكرانيا. حتى أيام قليلة كانت الولايات المتحدة لا تسمح لأوكرانيا باستعمال الأسلحة الأمريكية التي تزودها بها الولايات المتحدة لأوكرانيا خارج الأراضي الروسية. هذا حصل فقط مؤخرا. كذلك بريطانيا سمحت منذ أيام قليلة لأوكرانيا باستعمال الأسلحة البريطانية داخل الأراضي الروسية. يعني لذلك أمر واضح جدا أن لا شك أن أي الرئيس بوتين له مصلحة كبرى أن يطمئن الناس أن هذه ليس أوكرانيا التي تقوم بذلك، هذه الدولة الضعيفة التي يعني تعتبرون أنه هذه رسالة وجهها الرئيس بوتين للداخل الروسي بعد هذه المفاجأة. استمعت أستاذ آصف ملحم إلى مداخلة السفير مسعود معلوف يؤكد أنه لا مصلحة أمريكية في دعم هذه العملية في كورسك. ما الذي يمنع أن تكون هذه العملية نابعة عن هذه المقاومة الأوكرانية التي تابعناها خلال الأسابيع الأولى بشكل واضح في الميدان الأوكراني؟ لماذا لا تعترف موسكو أو لا تريد أن تقبل بأن يكون هذا القرار قد اتخذ في كييف؟ نعم، مساء الخير لك مدام شنطال وللسادة المشاهدين وللضيف الكريم. سيدتي، يعني هذه الصيغ المواربة والمخادعة يعني أصبحت لنا معروفة بشكل جيد. عندما يقول الجانب الأمريكي بأننا لا نسمح لأوكرانيا بأن تستخدم أسلحتنا في الداخل الروسي، أنا أطرح السؤال البسيط: ما الفرق بين القضاء على دبابة روسية في داخل أوكرانيا أو داخل روسيا؟ ما الفرق على قتل جندي روسي داخل أوكرانيا أو داخل روسيا؟ لا معنى لهذا الكلام. هم يحاولون يعني طرح صيغة
أمام الرأي العام بأنهم يحترمون القانون الدولي ويساعدون فقط أوكرانيا لتحرير أرضها مما سمي عدوانا عليها وهو ليس عدوانا. إذا بدنا نفكر أستاذ في هذا الموضوع تحديدا في متابعين هلا عم بيقولوا ليش شانتال ما وقفت الأستاذ آصف؟ في فرق كتير كبير حقيقة، يعني في فرق كتير كبير. هلا المخرج عم بيقول لي بين الهجوم والدفاع، وبالتالي هنا نتساءل أيضا ألا يحق للجانب الأوكراني أن يفعل بالأراضي الروسية كما فعلت روسيا بالأراضي الأوكرانية؟ أستاذ شنطال، دعينا لا نكون محرضين على العنف أمام الناس، يعني ولا نخدع الرأي العام. لا نحن نحلل في الوقائع فقط، ولا ندعم أي طرف حتى نكون واضحين. نعم. المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة يبيح لأوكرانيا، إذا افترضنا على أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي عدوان على أوكرانيا، هذه الفرضية يعني يجب أن ندقق فيها كثيرا. إذا افترضنا ذلك، فمن حق أوكرانيا فقط أن تدفع القوات الروسية من أرضها وفق القانون الدولي الذي تحدده المادة 51. أما أن تدخل ضمن أراضي روسيا فهذا غير مسموح لها إطلاقا ضمن هذه المادة، وعليها وليس هذا فحسب، يعني عندما تقوم بدفع القوات الروسية من تلك المناطق عليها أن ترفع تقرير إلى مجلس الأمن الدولي لتطلعهم على ما حصل تماما. هذا هو القانون. ولكن طبعا نحن هنا لا نتعامل مع القانون، نتعامل مع مواقف سياسية وأخلاقية وقد تكون إيديولوجية وغيرها وما شابه ذلك. يعني كل لا يوجد عند أوكرانيا أقمار صناعية، لا يمكن أن تكون هجمت أوكرانيا يعني في الغابات بشكل عشوائي، لابد وانها حصلت على بعض الصور ولا من الولايات المتحده الامريكيه تحديدا، ولا اعتقد ان يعني المسؤولين العسكريين الامريكيين بهذه البساطه ان لا يعرفوا لماذا هذه الصور تلزم اوكرانيا. هذه نقطه. النقطه الثانيه، هناك الكثير من الاخبار الصحفيه التي تؤكد على ان الجنود الاوكرانيون تدربوا في بريطانيا وتدربوا في العديد من العواصم الاوروبيه، ولذلك هم بغض النظر عن هذا وذاك هم يدعمون اوكرانيا بكل انواع الاسلحه. وبعد هذه العمليه العسكريه في مقاطعه كورسك، ماذا قالت صابرينا سينغ؟ قالت ان السلوك الاوكراني في مقاطعه كورسك لا يتنافى مع سياسه الولايات المتحده الامريكيه. ولو دققنا بهذا التصريح وخلفياته الحقيقيه، من هي صابرينا سينغ؟ صابرينا سينغ نقلت إلى البنتاغون من البيت الأبيض بعد قيام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتحديدا بعد ما ادعي غربيا على أنه في مجزرة بوتشا. من هو جدها؟ جدها كان أحد الأشخاص المهمين في الجالية الهندية. شو اللي تقصده أستاذ آصف حتى ما نتأخذ على ساعات زوجها. السفير؟ والدها أستاذة يعمل في شركة هندية اسمها سوني إنديا. لو دققنا ولو دققنا بهذا الموضوع جيدا يعني وتوقيت العملية، لأن العملية لا يمكن أن تتم بين ليلة وضحاها، لا بد وأنه تم تخطيط طويل لهذه العملية ودراسة جيدة، ولكن توقيتها حصل تحديدا في السادس من أغسطس الجاري، أي في لحظة تعيين نائبا لكمالا هاريس. طيب. ودققنا أكثر وأكثر وذهبنا إلى بنغلاديش وما حصل بها، وارتباطات الشيخ حسين وقائد الجيش البنغلاديشي وارتباطاته ببريطانيا، لعلمنا أن الموضوع أصلا ليس مرتبط بأوكرانيا ولا علاقة لأوكرانيا بالموضوع، وهذا السلوك سلوك أمريكي نعرفه جيدا، يعني خلق حدث معين وفوضى في مكان معين لتغيير مزاج العام أو لإعادة صياغة الوعي العام في هذه المنطقة. لكن هذا أيضا التحليل يشكل أيضا مشكلة أكبر، إن كانت الولايات المتحدة قد نجحت حقيقة في اختراق الدفاعات الروسية. شو رأيك سعادة السفير؟ يعني ليس مجهولا على أحد أن تكون أوكرانيا تستعمل أسلحة أمريكية بريطانية فرنسية ألمانية، الجميع يقول حلف شمال الأطلسي الولايات المتحدة، الكل يشجعون بعضهم البعض على تزويد أوكرانيا بالسلاح. ولكن لنقل الأمور كما هي، عندما في 24 من شهر فبراير عام 2022 عندما دخلت القوات الروسية
الأراضي الأوكرانية وطوقت العاصمة كييف. اتصل الرئيس الأمريكي بايدن بالرئيس الأوكراني زيلينسكي وعرض عليه إرسال طائرة لإخراجه من أوكرانيا، لأن الجميع كان يعتقد أن روسيا ستنتصر في قضية أيام أو أسبوع، ولكن زيلينسكي قال آنذاك لا، أنا لا أريد أن أخرج، أريد أن أقاوم وأدافع عن بلادي. عندئذ بدأ تدفق الأسلحة الغربية على أوكرانيا، وتمكنت كييف من حل، من فك الحصار عليها، أي أن أوكرانيا تقاوم تدافع عن نفسها. وإذا كانت أوكرانيا عليها أن تطبق المادة 51 من شرعة الأمم المتحدة، فالدفاع عن نفسها فقط وعدم الهجوم على الأراضي الروسية، فهل أن روسيا طبقت المادة 51 عندما احتلت أراضي أوكرانية؟ يعني مجرد تساؤل. شيء آخر، أمر آخر، السيدة سابرينا سينغ التي تتحدث، التي هي نائبة الناطق بلسان البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية، مهما كان جدها، مهما كان والدها، أيا كان أهلها، أي من أي بلد أتت، هي لا تضع سياسة الولايات المتحدة، تتحدث بما يطلب منها أن تقول عن سياسة السياسة العسكرية الأمريكية في الداخل وفي الخارج، أي أنها إذا كان جدها أو والدها عنده شركة أو أي أمر من ذلك، هذا لا يغير شيئا في سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا. يعني الولايات المتحدة الآن كما رأينا أثبتت أن أسلحتها مفيدة كانت لأوكرانيا، وأن أوكرانيا قامت بما قامت به من جهة من أجل تشجيع الشعب الأوكراني بعد كل هذه المصائب التي حلت به. ويبقى التساؤل سعادة السفير وأستاذ آصف، ما الذي يجري بعد هذا التطور؟ يعني حقيقة هذا التوغل الأوكراني في الخاصرة الروسية الغربية يدخل، لا شك أنه يدخل هذا الصراع في مرحلة جديدة. البعض يقول أستاذ آصف بأنه في هذا التطور لربما رسائل مباشرة لموسكو بضرورة الذهاب إلى طاولة مفاوضات. البعض الآخر في الداخل الروسي يقول بالعكس، أنه هذا التطور سيشعل هذه الحرب ويجعلها تتخطى حرب الاستنزاف القائمة. سيدتي على العكس تماما، ان هذا هو يعني من وجهة نظر اوكرانيا، انها يعني اثناء الحرب على الجبهة كلها لا يوجد ورقة قوية بيد اوكرانيا، اوكرانيا تخسر مواقعها في كل محاور الجبهة تقريبا، وكل ما يقال عن ان الشعب الاوكراني يريد ان يقاوم هذا الكلام غير صحيح. يعني الشعب الاوكراني يحاول ان يهرب بكل الطرق والوسائل. بعد اصدار قانون الجندية الجديد كان المواطن الاوكراني يدفع 5000 دولار لشعب التجنيد حتى لا يتم جره الى الجندية، والآن بدأوا يدفعون بين 10 إلى 15000 دولار حتى لا يتم جره إلى الجندية. ويوميا يعني هناك عشرات الفيديوهات تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن تجنيد بالقوة، يتم خطف الناس من الباصات ومن بيوتهم وزجهم في الجبهات. وهذا لا يدل على أن هناك مقاومة أصلا في أوكرانيا، ونحن نعلم علم اليقين يعني أن في أوكرانيا داخلها أن هناك يعني لن أبالغ إذا قلت أكثر من نصف الشعب الأوكراني مؤيد لروسيا ويرسل المعلومات أساسا إلى روسيا. الذي حصل هنا أستاذ شنطال، يعني أوكرانيا تخسر كل مواقعها في الجبهة، فعندما رأت أنه لا يمكن أن تحقق أي خرق عسكري على الجبهات مع روسيا اختارت خاصرة هشة، وهو أن تهجم على قرى مدنية. من يسكن في هذه القرى؟ هذه القرى لا يسكن فيها سوى كبار السن. يعني هنا عندنا في روسيا نعلم ذلك جيدا، معظم الشباب يعملون في المدن، لكن كان من المفترض أستاذ آصف، كان من المفترض حتى لو كانت يعني هذه المنطقة لا يسكنها إلا كبار السن، كان من المفترض أنه موسكو تأخذ كل الاحتياطات حتى لا يحصل ذلك. يعني تحدثني عن عدم إمكانية لربما المقاومة الأوكرانية من تحقيق خلينا نقول أهدافها في الداخل الأوكراني، لكنها ذهبت وحققت هدفا كبيرا داخل الأراضي الروسية الآن. أستاذ شنطال، هي قدمت هدية مجانية لروسيا بهذه العملية. هم ماذا يقولون؟ يقولون حصلنا على ورقة، نعم هدية مجانية، حصلنا على ورقة جديدة، سنتمسك بقطعة من الأرض الروسية ونفاوض روسيا ونبتزها ونساومها على هذه الأرض.
لذلك المطلوب الآن من أوكرانيا أن تتمسك بهذه الأرض حتى يسمح لها بالتفاوض مع روسيا أو تقبل روسيا بالتفاوض معها. هل ستتركها روسيا وشأنها يعني في تلك المنطقة؟ ستقوم روسيا بقصفها بكل أنواع القنابل، وليس هذا فحسب، قامت أوكرانيا بسحب يعني وحدات عسكرية كثيرة من كل محاور الجبهة الشرقية باتجاه مقاطعة كورسك، مما أضعف هذه الجبهات، وبدأ الجيش الروسي يتقدم بشكل كبير جدا في كل هذه المحاور، أي أنها قدمت حقيقة هدية لروسيا بهذه العملية. لذلك لا، هل هو نصر؟ لا أعتقد أنه نصر، يعني هو عبارة يعني خليني أنقل هذه النقطة لسعادة السفير مسعود معلوف. يعني أشرت إلى مسألة مهمة جدا أستاذ آصف ملحم، أنه كييف قدمت هدية ثمينة مجانية لروسيا من خلال الدخول إلى كورسك الروسية. سعادة السفير، هل هو نصر؟ يمكن اعتبار هذا التقدم، هذا الخرق، نصر لأوكرانيا؟ والسؤال الأهم، هل يدوم أم أنه يورط الجانب الأوكراني أكثر فأكثر؟ لنقل أن هذه هي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي يدخل فيها جيش أجنبي الأراضي الروسية. هذا طبعا أمر لا يليق ولا تقبل، لا يمكن أن تقبل به روسيا. ولذلك أنا ليس لدي أدنى شك بأن الرئيس بوتين سيقوم بكل ما يمكن القيام به من أجل إخراج القوات الأوكرانية من كورس أي مهما كانت الكلفة. ولكن أود أن أوضح، مع احترامي وتقديري لما تفضل به الضيف الكريم، ولا أريد أن أدخل في سجال، روسيا دولة عظمى عندها جيش قوي جدا الآن منذ سنتين ونصف، وهي تحارب دولة أصغر منها بعشر مرات وجيشها أضعف من جيشها بكثير، وحتى الآن لم تتمكن من الانتصار عليه، أي أن في أوكرانيا مقاومة فعلية، ولولا ذلك لانتهت الحرب منذ أشهر وربما منذ أكثر من سنة أو سنتين. فلذلك يعني المقاومة الأوكرانية هامة جدا، لا يمكن أن نتجاهلها وأن نرميها جانبا. الآن أنا أعتقد أن لا يمكن أن تنتهي أي حرب بدون مفاوضات، إما أن ينتصر أحد الفريقين انتصارا تاما ويسحق العدو، وإما أن تجري مفاوضات من أجل الوصول إلى الاتفاق. سعادة السفير، ما قاله مستشار الرئيس الأوكراني أنه هذه العملية تهدف إلى إقناع روسيا ببدء محادثات عادلة، هل تعتقدون أنه ممكن للجانب الأوكراني أن ينجح من خلال هذا التحول اللي شهدنا عليه بالدفع باتجاه مفاوضات؟ يعني الأمر كما تفضل ضيفكم الكريم يعود إلى موافقة روسيا على ذلك، لا يمكن أن تفاوض أوكرانيا وحدها، عليها أن تفاوض مع القوى الأخرى التي تقوم بالعمليات العسكرية ضدها. أنا أعتقد لا يمكن أن تنتهي هذه الحرب، بما أن روسيا لم تنتصر حتى الآن بصورة كاملة وواضحة، لن تنتهي هذه الحرب إلا بالمفاوضات. كيف ستنتهي المفاوضات؟ هذا يبقى السؤال الكبير، ولكن ليس لدي شك بأن إنهاء هذه الحرب من شأنه أن يؤدي إلى مفاوضات، بدونها لا يمكن أن تنتهي. حتى هذه الساعة لا مؤشرات على ذهاب موسكو باتجاه أي مفاوضات. روسيا قبل ساعتين من الآن تقريبا تؤكد أنها تخلي 5 قرى محاذية لأوكرانيا، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين. ما الذي نفهمه أستاذ آصف من هذا التصريح؟ وهل الأسبوع القادم مقبل على تصعيد لا محالة؟ أستاذ شنطال، يجب أن نبحث أو نشرح للناس ماذا تعني هذه السيطرة الأوكرانية على تلك المناطق. أنا كما قلت منذ قليل، لا في هذه القرى لا يوجد سوى كبار السن المتقاعدين الذين يعيشون آخر حياتهم في تلك القرى، يربون بعض الطيور وما شابه ذلك. ونحن بس هل عندهم أهمية؟ عندهم أهمية يا أستاذ آصف بالنسبة لروسيا؟ نعم، إجلاء بعض السكان من تلك المناطق هي فقط للحفاظ على حياتهم طبعا. وهذا العنوان أستاذ الشنطال والقول أمام العالم بأن يعني أوكرانيا تمكنت من اختراق الحدود الروسية ولم يتمكن أحد من فعل ذلك منذ الحرب العالمية الثانية، هو كلام من أجل رفع حالة الإيفوريا عند القيادة الأوكرانية وليس أكثر من ذلك. ولكن سينتهي أثر المخدر بعد فترة من الزمن، وكما يقال يعني، وستبدو الأمور على الحقيقة
الحقيقة كما هي، يعني السيطرة لا معنى لها حقيقة. ماذا يفعل الأوكرانيون الآن في تلك المنطقة؟ يتجمعوا على الحدود، وتقوم روسيا الآن بقصف كل القرى الحدودية الموجودة في مقاطعة سومي، وهم قاموا بإجلاء أيضا أعداد كبيرة من القرى من تلك المنطقة، يخترقون الحدود ويسيرون بمجموعات صغيرة 5 إلى 10 أشخاص إلى مسافة 10 كيلومتر أو 20 كيلومتر، ثم يعودون أدراجهم بين الغابات. يعني المشكلة لا توجد هذه السيطرة، لا يوجد جيش أوكراني جرار هناك، هي عبارة يعني مفهوم، يعني عنوان صحفي إن صح التنمية صحة الكلمة، أو يعني مجرد أثر نفسي وليس أكثر من ذلك. ولذلك الموضوع القول أن أوكرانيا تسيطر على قطعة من الأرض، يعني بالنهاية عندما ستجري المفاوضات يجب أن تكون أوكرانيا مسيطرة على هذه القطعة، وروسيا لن تقبل بأي مفاوضات قبل أن تخرج كل الجيش الأوكراني من تلك المنطقة. ولماذا لم تفعل حتى هذه الساعة؟ كنا قد اعتقدنا أن الأمر سيتم خلال أيام قليلة. نعم أستاذ شنطال، الموضوع يعني الضيف الكريم يقول منذ 2.5 سنين روسيا لم تتمكن من حسم هذه المعركة، الولايات المتحدة الأمريكية بقيت 20 سنة في أفغانستان ولم تتمكن من فعل شيء وانسحبت من هناك. يعني إذا أردنا أن نجري مقارنة، دائما حروب العصابات أستاذ شنطال صعبة للغاية، الأوكرانيون توغلوا بين البلدات وما زال في مدينة سوجا حتى هذه اللحظة ما زال هناك بعض السكان، ولذلك روسيا لا تريد أن تتخذ أي قرار، يعني قرار صعب إن صح التسمية وتقضي على هؤلاء السكان، وبالتالي لابد من إجراء ما يشبه العملية الجراحية. لذلك دفعت بقوات متمرنة على حرب العصابات وتحديدا قوات أحمد الشيشانية وهي متدربة على الشيء، لذا ستقوم. وبالمناسبة لا يوجد يعني سوجة لا يوجد سيطرة كاملة عليها، الأوكرانية تسيطر فقط على الأحياء الغربية منها، والقتال ما زال مستمرا هناك، ولا يوجد سيطرة ولا يوجد خط دفاع أوكراني. الأيام المقبلة ستكشف لنا ذلك. أستاذ آصف ملحم، للأسف انتهى وقتي، مدير مركز جي اس ام للدراسات، والشكر أيضا للسفير مسعود معلوف الدبلوماسي السابق حدثنا من واشنطن الليلة.